باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي الأحبة يلي موجودين معنا بهالكنيسة المباركة، وإخوتي يلي عم تشوفونا عبر وسائل الأعلام بالعالم كله سوا، تحية من الرب يسوع بهالنهار المبارك وبهالإنجيل يلي أكيد هو زوادة جديدة لحياتنا بهالنهار المبارك. امبارح بالإنجيل يلي شفناه شفنا اليهود عم بيطلعوا بيسوع بطريقة ازدراء، وعم بيقولوا إنه مش هيدا ابن يوسف ونحن منعرف بيه، وهيدا ابن مريم. هيدا أول امبارح. امبارح شفنا يسوع كيف استقبل أمه مريم، وحكينا عن أهمية الدور يلي لعبته مريم بتاريخ الخلاص، وركزنا على أمومة مريم، وركزنا من بعد تركيزنا على أمومة مريم ركزنا على الدور الأساسي يلي لعبته مريم وكلمة يمرأة يلي قالها يسوع المسيح لأمه. اليوم في معضلة جديدة عم تنطرح، وهالمعضلة هيدي لما يسوع بيقول أنا هو خبز السماء، يلي الخبز الحقيقي يلي نازل من السماء، وبمحل تاني يسوع المسيح بيقول أنا ماء الحياة لما بيشوفها للسامرية وجاي عم بدها تعبي الجرة مي. هالإنسان يلي إجي جرتها فاضي وفلت من عند يسوع المسيح قلبها مليان، قلبها مليان محبة، قلبها مليان سلام، إنسان عم بتبشر بيسوع المسيح. بمحل تاني بيقولوا له ليسوع من بعد ما يعمل إعجوبة تكثير الخبز، لما بيكونوا الناس أكثر من 5000 شخص موجودين وبيبارك يسوع المسيح الخبز والسمك وبيوزعهم على الناس، من بعد منا يسوع بيرجع بيقول هالكلمة إنه أنا هو الخبز النازل من السماء. ومنشوف إنه لما المسيح بيقول هالكلمة إنه عدد كبير من التلاميذ بيتركوه، وهون يسوع بيطلع بالرسل، في فرق بين التلاميذ وفي فرق بين الرسل، هذه لازم نعرفها. التلاميذ هن 72 يلي كانوا مع يسوع، أما الرسل هن 12. فبيقلن يسوع المسيح وأنتوا ما بدكم تفلوا، بيقولوا له إلى أين نذهب وعندك الحياة. فإذا هالكلمة يلي عم بيقولها هيدي يسوع المسيح، عم بيقول أنا هو الخبز اللي نازل من السماء. شو بيقصد يسوع المسيح بقصة الخبز؟ وهون لابد نحن أنه نركز على نقطتين. النقطة الأولى لما كانوا شعب إسرائيل موجودين بقلب الصحراء، ووجودهم بقلب الصحراء تزمروا فيه على الله وتزمروا على موسى لأنه جاعوا، وبيخبرنا الكتاب المقدس أنه ربنا بيصلي، موسى بيصلي لربنا، وربنا بيبعث المن والسلوى لهالشعب يلي كان موجود بالصحراء حتى يقدر يتشتشد ويقدر انه يكفي طريقه. اما الصورة الثانية يلي هي كمان هي الاهم، نحن لما منطلع بخروف الفصح، خروف الفصح هو الوقت يلي ربنا بيظهر لموسى وبيقول له انه لما الناس بدهم يفلوا بالطريقه يلي بدهم يفلوا فيها لازم يكونوا محضرين ولازم يكونوا عاملين الفصحيه تبعيتهم. وخروف الفصح يلي بياخدوه في بعض الشروحات منه انه لا يكسر له عظم ويؤكل، والشغلات يلي بيبقوا منه بيحرقوها، وبيكونوا لابسين عليهم ومحضرين حتى ينتقلوا من هالطريق، طريق العبودية يلي كانوا موجودين فيها لمصر، حتى ينطلقوا بمسيرتهم. فإذا هودي الصورتين، الخبز البشري والفصح البشري، نحن منرجع منشوفها مع يسوع المسيح. المسيح هو الخبز الحي، من يأكله لا يجوع أبداً، والمسيح هو خروف الفصح الجديد.
مشان هيك إذا منطلع بالوقت يلي صلب يسوع المسيح وإجوا حتى يتأكدوا هو واللصين يلي كانوا على شماله وعلى يمينه، بيطلعوا إنه بيشوفوا اللصين كانوا بعدهم مش ميتين، بيقلنا الكتاب المقدس إنه بيكسروا لهم إجريهم. أما بيوصلوا لعند يسوع بيطلعوا بيشوفوه قد مات، مشان هيك لم يكسر له عظم. وهيدا أكبر دلالة حتى يتمم الكتاب المقدس إنه لم يكسر له عظم، هو دلالة إنه يسوع المسيح هو الفصح الجديد، هو الفصح الجديد بحياتنا المسيحية. مشان هيك الفصح مع يسوع المسيح ما عاد أكل وشرب، الفصح مع يسوع المسيح صار انتقال من حالة الخطية ومن حالة الموت ومن حالة العبودية يلي كنا نحن موجودين فيها مع آدم، وكنا موجودين فيها مع حواء، ومثل ما كانت خشبة العبودية يلي هي خشبة الشجرة مع آدم وحواء هي سبب السقطة، مع يسوع المسيح الفصح الجديد يلي نحن فيه عم نعبر من حالة الموت إلى حالة الحياة، كان لابد من وجود هالخشبة الجديدة يلي هي خشبة الصليب يلي فيها نحن عم نعبر من حياة مليانة بالموت إلى حياة مليانة بالحياة ومليانة بالنعمة. فإذن هون يسوع المسيح لما عم بيقول عن حاله إنه هو الخبز يلي نازل من السماء، أكيد إنه الفريسيين واليهود ما رح يقبلوا هيدا الكلام، لأنه هيدا كلام هو كلام كتير أعلى منهم وأقوى منهم، ومش ممكن أنهم يفهموه، لأنه الطريقة يلي هن كانوا عم بفكروا بيسوع المسيح، أول شيء الفريسيين كانت طريقة حسد من يسوع المسيح، لأنه يسوع بالنسبة لهم هو الطير الغريب يلي غط وسحب الناس لعنده، بكان عم يسحب كل الناس يلي بلشوا يشوفوا الكذب تبعهم والازدواجية يلي كانت موجودة بحياتهم. أما يسوع المسيح كان كل كلمة يقولها كان يعيشها، فإذا شافوا هالفرق بيناتهم مشان هيك الفريسيين مش ممكن أنهم يقبلوا كلام يسوع المسيح، وهن الأشخاص المعلمين وهون خطيتهم. أما بقية الشعب البسيط أكيد كانوا ينقادوا مثل ما نحن اليوم ننقاد للسياسيين، عنا بيقولوا لنا اعملوا هيك بنعمل هيك، بيقولوا لنا موتوا بنموت، بيقولوا لنا افطسوا بنفطس. هن شي ذاته كانوا الفريسيين بالنسبة لهم إذا قالوا لهم موتوا بموتوا، إذا قالوا لهم افطسوا بيفطسوا، إذا قالوا لهم هيدا بدنا نكفروا بكفروا، فإذا كانوا ضد يسوع المسيح. فإذا هالخطية هيدي يلي كانوا عم يحملوها اليهود لأنهم كانوا عارفين من هو هذا الإنسان، لأنه كلهم بيعرفوا بالتوراة وكلهم بيعرفوا إذا بيعملوا هالمقارنة بين يسوع المسيح وبين الكتاب المقدس العهد القديم، بيشوفوا إنه هالإنسان هيدا إجا وتمم كل النبوءات يلي كانت موجودة، كل النبوءات ما في وقت هلأ حتى أعمل مقارنة أنا وياكم بين العهد القديم وبين العهد الجديد حتى نشوف إنه يسوع المسيح تمم كل النبوءات. مشان هيك مربولوس بيقول متى جاء الكامل زال الناقص، ومربولوس كان واحد من هالفريسيين المثقفين يلي بيعرف من هو يسوع المسيح، ومع هيدا كله كان عم بيقاتل ضده وكان عم بيحاول انه يقضي على المسيحيين يلي هني اتباعه. فاذا هيدا اكبر دليل انه هالفريسيين هودي يلي كانوا عم بيقوموا الناس ضد يسوع المسيح كانوا عارفين تماما من هو هالانسان، بس ما بدهم يشوفوا الحقيقة، مشان هيك في عندهم عيون بس ما بيقشعوا، وفي عندهم دينين بس ما بيسمعوا. فإذا نحن اليوم إذا بدنا نطبق هيدا الشيء على حياتنا، الخبز الحي اللي عم يعطينا هو يسوع المسيح هو جسده يلي نحن عم ناخده بالقربانة، قديش نحن لازم يكون مستحقين إنه نقرب ناخد هيدا القربان. مشان هيك القديس بولس بيقول الويل للإنسان يلي بيتقدم إنه يتناول جسد الرب يسوع هو منه أهل، بيجيب دينوني على حاله. فإذا كثير مهم إنه نحن نكون قلبنا صافي، يكون نحن ضميرنا نقي، يكون نحن مستعدين إنه نستقبل هالكلام هيدا،
ومستعدين أنه نستقبل هالخبز هيدا يلي هو خبز الحياة يلي هو يسوع المسيح. لأنه بقداسنا قداسنا بينقسم لقسمين، القسم الأول هو خبز الكلمة يلي مبني على قراءة الإنجيل وعلى الوعظة يلي بيعطيها الأبونا، يلي هو الخبز يلي بيقوي فكري ومعرفتي بيسوع المسيح، والخبز الثاني هو خبز يسوع المسيح الموزع علينا نحن الأشخاص المؤمنين. فإذا كثير ضروري نحن أنه نقبل أول شيء كلمة الله، وما نكون نحن مثل الفريسيين يلي منعرف كلمة الله ورغم هالشي هيدا ومنهرب منها، ومنشوف مرات كثيرة أنه نحن منهرب من كلمة الله. يعني منشوف أو مرات كثيرة بالكنايس هلا أنا كل يوم بوعظ، والناس صاروا يلي بيجوا على قتاسي صاروا بيعرفوا أنه أبونا فادي كل يوم بده يوعظ. فبس بمحلات كثيرة بالكنايس منشوف الأشخاص يلي بيجوا وبيصندوا الحائط أنه هن أفهم من الأبونا وهن أزكى من الأبونا، وأنه شو بده يعطينا شيء جديد، شو بده يعطينا شيء جديد، ما نحن المعلمين. بغض النظر هيدي الكلمة يلي هي كلمة الحياة لازم نحن نتأمل فيها، ونكون نحن حاضرين وعم نتحضر من خلال القداس أنه نقبل كلمة يسوع المسيح يلي هي جسده ويلي هي دمه. فإذا ما فينا نحن نكون مثل الفريسيين نهرب من كلمة الله يلي بتوعينا، يلي بتدق على الوتر، يلي بتقلنا الكلمة الحقيقية يلي من المفروض نحن أنه نعيشها. فإذا هالتأمل يلي بينعمل هو تأمل لإلي مثل ما هو تأمل لكل واحد منا، لأنه بالنهاية أنا رح أتناول جسد الرب وأنتوا رح تتناولوا جسد الرب. فكتير مهم أنه نحن نكون عم نعيش هالكلام الحلو، نكون نحن عم نفكر فيه لهالكلام الحلو، عم نوعى إيماننا المسيحي شو يعني نحن عم نتناول جسد الرب يسوع بحياتنا، حتى يكون في انطلاقة جديدة وحياة جديدة عم نعيشها مع الرب. حتى أنهي أنا وياكم بخبر خبرية، بيخبروا عن هون شابين، في شاب بيروح على الكنيسة على طول، وفي شاب ما بيطيق، لا بيطيق الخوارني لا بيطيق الكنيسة، عنده عداوة، عنده أفكاره، وإذا راح على الكنيسة بيسند الحائط وبيصير يتطلع بالساعة لما الأبونا بيوعظ بيعمل حاله بفل تقيل، كتار موجودين هيك مش مشكلة. فبيوم من الأيام بيجي هذا الشاب اللي بيصلي بيقله لرفيقه بيقله ليك تعا تروح أنا بيك على الكنيسة، قاله دخيلك تخدني عند الخوارني ما في أتقل منهم، الخوارني بيوعظوا ما بيعملوا كل هودي الأفكار يلي نحن بنعمله يلي بمحل من المحلات معه حق. فبيقله لا روح، خليني نروح أقدس أنا وياك، رح أخدك لمحل ما في حدا، في خوري ختيار بالكاد يقدر يقدس. قال له هيك يعني القداس على السريع؟ قال له القداس على السريع. بيحمل حاله بيروح بيعم بيقدس عند هون خوري ختيار دقن بيضة طويلة، وفي ثلاث أربع شبيبة عم بيرتلوا عم بيمجدوا الله. بيوقف الأبونا من بعد ما يخلص القداس وبيوعظ، بيوعظ الأبونا وبيقول له النقطة على السطر، بيحمل حاله بفل بيخلص القداس. تاني يوم الشخص هيدا اللي ما بحياته بيروح على الكنيسة، تالت يوم بيروح على الكنيسة، رابع يوم بيروح على الكنيسة. هلا رفيقه قال شو صار له هيدا؟ امبارح ما كان طايق الاخوارني، امبارح ما كان طايق انه يروح على الكنيسة، شو هالتغير يلي صار بحياته؟ بيجي لعنده بيقول له تعال تشوف، انت زلمي ما بتحب الاخوارني، شو هالبرمة اللي صارت فيك وليش صرت تروح كل يوم على الكنيسة وتسمع اخبار الاخوارني وعزات الاخوارني؟ قال له بتذكر لما رحت أنا وياك عند هيدا الخوري الختيار؟ قال له إيه زلمي ختيار بالكاد قدسنا وما كناش نفهم عليه. قال له بلا أنا اللي فهمت عليه، لما نخلص الوعظة تبعيته قال كلمة هي غيرت لي حياتي كلها سوا. قال له شو قال؟ قال له قال نقطة على السطر، وأنا قررت أن أحط نقطة على السطر للماضي البشع يلي موجود بحياتي اللي مبني على التكبر اللي مبني على الأنانية، وبلش بسطر جديد مع يسوع المسيح. قررت انه اقلب الصفحة لماضي تعيس مليان بالحقد وبالأنانية وبالحكم على الإنسان الآخر، وبلش بصفحة جديدة مع يسوع مليان تسامح ومليان محبة. بتصور هيدي هي حياتنا المسيحية، هالإنسان هيدا قدر انه ياخد كلمة الله، الكلمة القسم الأول
كيف اشتغلت بحياته وغيرت بحياته. أكيد أنه جسد الرب يسوع الخبز الحي اللي نازل من السماء غير له حياته كلها سوا. إن شاء الله اليوم أنا وياكم لما منتناول جسد الرب نكون نحن عم نعرف شو عم نتناول هيدا الجسد، لأنه اليوم في مجزرة عم بتصير بحق يسوع المسيح بالطريقة اللي منتناول فيها، وخاصة الأشخاص اللي بيتناولوا بالإيد. بيتناولوا بالإيد إنه صارت عادي إنه بناخد يسوع المسيح، ساعة بناخد يسوع المسيح بناخده بإيدنا هيك منحطه بإيدنا، منصلي بإيدنا على وجهنا، ساعة بناخد القرباني منروح. خيي إيش عم تعمل؟ أنا عم بتأمل فيها. مش وقت تتأمل، عندك القداس كل الوقت حتى تتأمل. تأمل وهون محل إنك تتناول القرباني، مش إنك تاخد القرباني وتاخد القرباني ساعة من إيد هيدي لإيد هيدي. هودي كلهم شغلات عم بيصير، يعني هالمرض يلي دخل على حياتنا للأسف عم بيغير، صرنا نخاف من بعضنا وصرنا نخاف من يسوع المسيح. فشغلة كتير مهمة بحياتنا اليوم، وبتمنى أنه تاخدوها معكم من هلأ وبالرايح، يكون في احترام لهالقربان يلي نحنا عم نتناول. وهيدا خبز الحياة، خبز الحياة، هيدا يلي بيعطينا الحياة، هيدا يلي بجددنا، هيدا يلي بيغيرنا، هيدا لما بيدخل على حياتي بيقلب لي حياتي كلها سوا وبيعيشني انطلاقة جديدة. الطريقة اللي منتناول القربان، وأفضل طريقة إنه نفتح إيدينا بشكل صليب نتناول القرباني، من بعد ما نتناول القرباني ناخدها بهالوقت. مرات كتير نحنا نشرح هيدا الشيء مرة واثنين وثلاثة، في أشخاص بيجوا إنه هن بيفهموا أكتر من الخوري، بيعملوا شغلات نكاية. بالنهاية نكاية ما بتنعمل ضد الأبونا. أنت عم بتهين يسوع، مش عم بتهيني لإلي، لأنه مرات كتير هالفتات بيوقع على الأرض بدون ما تنتبه، وهالفتات هيدا بيدعس عليه بدون ما تنتبه. فنحن من واجبنا أنه نكون عم نحمي هالقربان يلي هو خبز الحياة، من واجبنا نحن أنه نكون عم نوعي الناس، لأنه مرات كتير نوعينا منخلص وما وعينا ما منخلص. فبتمنى عليكم من هلأ وبالرايح تاخدوا هالزوادي هيدي، الطريقة يلي بتكون تتناولوا فيها، في طريقتين بالفم، ويلي بخاف وبدو يتناول بإيده حقه، بس كمان حقه إنه يحترم هالقرباني ويعرف شو هي هالقرباني يلي عم يتناولها. هي خبز الحياة اللي نازل من السماء، مش شقفة ساندويش بدو ياخدها وينبسط فيها. بصوت الأبناء من كف قداسنا ونقول نؤمن بإله واحد.